الفطور الجماعي لا بأس به، لكن لا يصير عادة، لا يصير عادة أن كل اثنين مثلا فطور جماعي، لأنه بعد ذلك ممكن الإنسان ما يصوم إلا لأنه في فطور جماعي. وإذا صار مو صايم يستحي، يجي يتهمون ها مو صايم اليوم، وبعدهم قط نغزات مثلا، يعني كأن صار الصوم واجبا. والأصل في الصوم أنه عبادة خاصة، وإذاك الله تبارك يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقد يدخل الرياء هنا في الفطور الصيام، ثم أيضا يدخل عدم الإخلاص في أن الإنسان يصوم لأن الربع صايمين، ويدخل يخرج أيضا أن بدل ما يصير عبادة يصير عادة. ثم كذلك لم يكن هذا على هدي السلف رحمه الله تبارك، كذا قضية. فإذا كان بين فترة وفترة يتداعون، مثل خاصة لما تصير مناسبة كعاشوراء أو عرفات أو غيره، يتداعى الناس يقول نفطر جميعا أو كذا، لا بأس. أما أن يتخذ كل اثنين فطور جماعي أو كل خميس فطور جماعي أو كذا، أنا أقول تركها أحسن، ابتعد عنها.